هنا تنشغل الشابة البحرينية فاطمة في توجيه التعليمات لفريق كرة سلة. مرتين متحدية كل المصاعب، استطاعت فاطمة أن تكسر النظرة النمطية للمرأة داخل المجتمع البحريني المحافظ بعد أن أصبحت مساعدة مدرب لفريق النجمة لكرة السلة في المنامة. التحديات اللي واجهتني في بداية مشواري الرياضي إنه كان ما في تقبل نفس الحين. يعني في البداية كان غريب وجود المرأة في الساحة الرياضية، خصوصا كرة السلة، مجال كرة السلة بحكم إنها هي كانت محكورة على الرجال. فكان هاي يعني من أصعب الأشياء إن أنا كنت أسمع هني يعني، بس بعدين إن تعودت إن I just believe in myself. هذه التحديات استطاعت فاطمة أن تذللها، بل وإنها تطمح لدور أكبر داخل الفريق. أنا اللي حطيته في بالي الهدف إنه اللي أوصله إنه أنا أكون مدرب فريق أول مو كمساعد، فإن شاء الله في المستقبل تشوفوني مدرب. لكن كيف كان رد فعل الرجال داخل فريق كرة السلة على انضمام فاطمة لفريق التدريب؟ خطوة جريئة ومخيفة في نفس الوقت. يعني كان هاي أول شيء أو أول فريق إنه تقريبا يجرب على مستوى الرجال، بس فاطمة من النوعية اللي تخل يعني جدا جدا جونست. البداية كانت مشاكل، مو مشاكل يعني، الكوميونيكيشن ما بين اللاعبين ويا المدرب شوي صعب، كان مع الوقت صار جدا سهل. دخول فاطمة لمجال لم تعتد المرأة البحرينية ارتياده هو انعكاس لجهود مملكة البحرين في إجراء إصلاحات بخصوص وضع المرأة. فالبحرين تعتبر من أكثر الدول انفتاحاً في منطقة الخليج، واستطاعت المرأة فيها تقلد وظائف ومناصب في مختلف المجالات.